بيشوفوهم في قناتهم صيادين رحاله. طبعا الناس اللي هي عارفانا ومتابعانا احنا لسه مغيرين اسم القناه، ده اول فيديو ان شاء الله في الاسم الجديد باذن الله. ان شاء الله وباذن الله هنتخصص بالصيد بس. الاول احنا كان قناتنا اسمها وعات رحاله، كنا حابين نعمل كذا حاجه متنوعه، ولكن اليوتيوب ما بيحبش التنوع، فان شاء الله غيرنا اسم القناه وتوكلنا على الله وسميناها صيادين رحاله. اول رحله النهارده لصيادين رحاله ان شاء الله، رحله في مكان جميل جدا من كنوز ابوين، الا وهو جزيره نيلسون في ابوين. جزيره نيلسون يا جماعه اتسميت طبعا باسم نيلسون، كان في قائد انجليزي تصدى الحمله الفرنسيه، القائد ده كان اسمه نيلسون، فالجزيره اتسمت باسمه. اغلبيه الناس اللي هي بتيجي هنا بتيجي طبعا في موسم البطاطا اللي هو بيبدا من شهر 5 لحد شهر 9، بس هو الموسم اتاخر شويه السنه دي طبعا لتغير المناخ بتاع الجو. مينت ابو قير يا جماعه مشهوره طبعا بسمك الدنيس، في ايام الدنيس بنبدا نشتغل عليها برضو من شهر 9 لحد 3. في ارض هنا مشهوره ان هي ارضيات الحسوه، الارض دي بتبقى موطن للدنيس. السنه دي طبعا وللاسف ما حصلتش من زمان، الدنيس ما ظهرش هنا السنه دي، ده طبعا بسبب الاعمال اللي هم بيقوموا بيها في المينا زي ما انتم شايفين، رتب وكلام من ده. فطبيعه الارض نفسها اتغيرت، اللي هي ارض ابو حصن. ان شاء الله احنا هنطبق كذا حاجه نظريه كده من الدروس اللي احنا قدمناها قبل كده اللي هي في الدروس الاخيره. طبعا عايزكم تدعوا لي بالشفاء يا جماعه بعد اذنكم، يعني لان انا والله للاسف انا عندي غضروف قديم وألم مشد عليا الايام دي، فبقالي اكتر من شهر ونص مش عارف نطلع، دي اول طلعه. يعني ان شاء الله انا طالع حابب نغير جو، ودي ميزه في ابو قير ان انت في جزيره نيلسون بالاخص، يعني ان هي بتبقى فسحه اكتر ما هي صيد، ولكن لما السمك طبعا بيدخل اللي هو البطاطا بتكون الدنيا حلوه. النهارده ان شاء الله بصحبه اخويا الفاضل مستر امير الخوالقه عز، ان شاء الله صيادين رحاله. اتمنى ان الله ان يومنا يكون كويس. اول ما هننزل الجزيره ان شاء الله اول ما هننزل الجزيره يا جماعه هنقول لكم ازاي هنختار المرامي بتاعتنا. طبعا انا النهارده طالع في ريح المفروض ان هو شمالي شرقي، فهنستقبل ان شاء الله وش الريح في الجزيره. اول ما ننزل ان شاء الله هنقول لكم ازاي هنستقبل المرمى وازاي هنحدد الاتجاهات عشان نطبق نظري اللي احنا اتعلمناه في الكام فيديو اللي فات. خليكم معانا ان شاء الله، يومنا جميل بيكم. ما تنسوش بالله عليكم يا جماعه تدعمونا بلايك، اشتركوا عندنا في القناه لو اول مره تشوفنا، سيب لنا تعليق قول رايك في الرحله، قول احنا قصرنا في ايه، حبيت مننا ايه، او عايز تشوف مننا ايه بعد كده. طبعا ده كله يا جماعه تردم، يعني ما كانش موجود من سنه ونص او سنتين. ديت ان شاء الله هتبقى اكبر مينا في الشرق الاوسط ولا في العالم يا عم سيد؟ الشرق الاوسط ان شاء الله تبقى مينا حاويات، يعني نتمنى من الله ان احنا ناخد خيرها باذن الله. ده اللي هو مشروع مينا ابو قير الجديده يا جدعان. الجزيره بتاعتنا احنا لسه جوه خالص، لسه ما بنتش معانا، يعني اول ما تبدا تظهر ان شاء الله هنوريها لكم. طبعا كده وصلنا الجزيره اهي ان شاء الله يا جماعه، ابو قير من بعيد اهي. ودي جزيرتنا الحلوه، يومنا جميل ان شاء الله.
نصور كده. طبعا يا جماعه انا وصلنا الجزيره هذا ما انتم شفتم، يعني المكان طبعا ما يتوصفش بصراحه، حاجه في منتهى الخيال والله. هنستقبل بقى انا المرمى بتاعي ازاي؟ انا عندي الريح النهارده جاي لي، المفروض ان هو جاي لي شمالي شرقي، فطبعا هنحدد الاول الشمس شرقت ازاي. فهو الشروق من هنا، الشروق من هنا، الغرب على اليمين كده. انا الشمس على ايدي اليمين يا جماعه، في وش كده الجهه البحريه، يبقى المرمى اللي هو المناسب المفروض بزاويه صغيره كده من ناحيه الشمس ووش الجهه البحريه او الايه او للشمال. فان شاء الله احنا هنطلع من هنا كده وهنحاول نستقبل المرامي اللي هي في الجنب ده كده باذن الله. مكان ما انا ماشي كده ده ان شاء الله الخطه بتاعتنا، واحده واحده هنقول لكم احنا هنعمل ايه. طبعا انا عايز برضو نرسم لكم حاجه عشان تبقوا فاهمين. بصوا يا جماعه، ده كده الشرق بتاعي كده، والغرب بتاعي كده، وش ان شاء الله ايه، ان شاء الله الشمس على يميني، وش الجهه البحريه، توكلنا على الله. طبعا اول ما نزلنا يا جماعه اكتشفنا عظم ومش عارفين ايه ده، في مقبره مش عارفين بقى بصراحه ده بني ادمين ولا مش بني ادم، حيوان، الله اعلم. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. تويتا الجزيره يا جماعه، طبعا ده كده في عائلات بتبقى حابه تقضي يوم هنا، بياخدوا معاهم ميتهم واكلهم وشربهم، كل حاجه كل ما يخطر على بالك، وبيجي يقضي اليوم ايه، اليوم هنا. ايوه محمد شيخ، ايوه نورت صيادين رحال. صياد جديد يا جماعه في صيادين رحال ان شاء الله، لسه اول على الله اول يوم ان شاء الله ياخد جرعه مظبوطه وينضرب على طول. ايوه ابوها، ماشي يا موسى. بس بقى علي، بس بقى علي، بس بقى علي. الواد ده ما يجيش معانا تاني على اساس ان انت كل يوم بتيجي معانا. انا ما لو نلسون حاجه صراحه العرض مو السحر وعلى الجمال ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا الرواله الخضراء هي مصفره يا جماعه، المفروض انها بتتحرق، المفروض يعني اذا ربنا اراد ان دي تكون افضل ايام البطاطا، اذا ربنا اراد باذن الله ومشيته، ربنا كريم الله المستعان. ده انت شبشب هيلوشك يا محمد يا شيخ. طبعا الناس اللي بتيجي تصطاد هنا زي ما قلنا بتنزل على البطاطا وعلى الشرغوش، الطعم المستخدم بيبقى برغوت وعجينه زفره او عجينه عاديه، انا ان شاء الله هنعمل عجينه زفره، ربنا كريم. الجزيره كده من فوق جو عجيب برضه، سبحان الله. لقينا كنز من القواقع يا جماعة، كنز كنز كنز، هننقي طبعا ايه منهم الحاجات اللي هي شكلها حلو. سبحان الله مثلا حاجة زي كده،
سبحان الله. شايفين بقى العشبة الخضراء، هي دي سر بقى البطاطا، بسبب اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة بيرعى بقى سمك البطاطا هنا بكميات رهيبة، ربنا المستعان. اخوانا الصيادين طبعا واخدين مرامي غرق هنا. يا مسهل الحال يا رب. وانا بيتهيألي تعالوا كده يا جماعة. ايه؟ تعالوا كده. هننزلوا من هناك يعني؟ في نوع حاجة. والله يا عم مش عارف. سمك صخور بتاع. خلي بالك بس من الشوك، نجيب لك فوطة. ده كده الكام سمكه اللي احنا خدناه. طبعا يا جماعه طول ما الورقه الخضراء دي لسه موجوده فالجزيره كده شغلها لسه ما اشتغلش. ان شاء الله كده دي اخبار الايه سيد السمك في الجزيره ان شاء الله. انبسطتوا معانا يا رجاله؟ طبعا المستر طبعا مصدع الشمس كده. تحياتي لكم يا جماعه، ان شاء الله نشوفكم بخير. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكيس ده انتوا شايفين فيه حاجه؟